السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد الطبيب، موقع دروس أونلاين عالم الكمبيوتر والإنترنت. النهاردة هنتكلم عن مشكلة اللغة ونحل أغلب المشاكل المرتبطة باللغة. اللغة طبعا مشاكلها زي مثلا لما تيجي تكتب كلام في ملف تكست بيكون الكلام باللغة الحروفية غير معروفة، أو ممكن مثلا عندك في لغات الويندوز اللغة العربية والإنجليزية مش موجودين، أو اللغة الإنجليزية موجودة مرتين، أو اللغة العربية موجودة مرتين، أو كمان ممكن بعض البرامج زي برنامج التعليم داونلود مانجر اللي هو أصلا معرب تلاقي التعريف بتاعه باللغة غير مفهومة. كل الكلام ده هنحله مع بعض دلوقتي بسهولة. أول حاجة طبعا هتضغط على أيقونة الساعة من هنا، وبعد كده تضغط على Date and Time Settings. وطبعا الطريقة دي على ويندوز 10، ولكن انت لو عندك اي ويندوز تاني تقدر تفهم الشرح وتطبق عليه، هو الشرح واحد يعني. هتبدأ انت من هنا تضغط على التايم اند زون، طبعا هتخليها باسم الدولة بتاعتك، انا عشان انا في كايرو تمام. وبعد كده تضغط على الريجن اند لانجويج، اتأكد ان هنا اللي هو الكونتري اوريجن اللغة ايجيبت او الدولة بتاعتك برضو. بعد كده تضغط على Additional Date Time أو Region Settings، هتبدأ من هنا تضغط على Region، تضغط على Change Language أو Change Location تمام، وتتأكد إن هنا Home Location English عفوا Egypt والAdministrator تضغط عليها. بعد كده تضغط على Change System Local تمام، تتأكد ال Current System Local هي Arabic Egypt تمام. بعد كده بتدوس OK والفورماتس تمام. الفورماتس دي مش هتعمل بيها حاجة، بتسيبها زي ما هي. ده بالطريقة دي هتقدر تحل أغلب مشاكل اللغة الهيروغليفية. طب لو أنت عندك مثلا اللغة الموجودة بتاع الويندوز بتاع الكيبورد هي عبارة عن اللغة العربية موجودة مرتين واللغة الإنجليزية موجودة مرة واحدة، أو اللغة الإنجليزية موجودة مرتين واللغة العربية موجودة مرة واحدة. طبعا عندك هنا لانجوج، تقدر انت من خلال من هنا تقدر انك تاد لانجوج تمام. طبعا بتختار اللغه اللي انت عايزها من ضمن اللغات اللي موجوده في الويندوز، ولو انت جيت هنا اللغه العربيه بتعمل لها ريموف. طبعا لو انت عندك اللغه العربيه موجوده مرتين هيبقى موجود عندك هنا العربيه مصر او العربيه المغرب حسب ما اللغه الموجوده عندك، انت طبعا بتشيل واحده منهم بتعمل لها ريموف. او لو حتى اللغه الانجليزيه عندك، طبعا اللغه الانجليزيه اساسيه في الجهاز فمش هينفع تشيلها تمام. ان شاء الله بعد ما تطبق الحاجات دي كلها هيتم اصلاح كل المشاكل المرتبطه باللغه الانجليزيه في الويندوز. ده كان الشرح النهارده، اتمنى يكون الشرح مفيد، اتمنى انك تشتركوا قناتنا على اليوتيوب وكمان تابعوا صفحتنا على الفيسبوك ليصلكم كل جديد. شكرا، السلام عليكم.